أخبار 11 من التناصح نستهلها بالعناوين. مكتب أوقاف صرمان يطالب بملاحقة أفراد التيار السلفي المدخلي الذين اقتحموا مسجد علي بن أبي طالب. أمين حلف الشمال الأطلسي يصف ليبيا بالدولة الفاشلة. كتلة السيادة الوطنية في البرلمان المنحل ترفض شخصنة النصوص على أشخاص بعينهم إقصاء للآخرين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. أكد مصدر من مدينة صرمان صباح الجمعة للتناصح بقيام مجموعة مسلحة تابعة للتيار المدخلي باقتحام مسجد علي بن أبي طالب، وهو أحد أكبر المساجد في المدينة. المصدر أوضح أن المدينة يسيطر عليها مجموعات مسلحة تابعة للتيار المدخلي ويقودها عدد من أزلام النظام السابق، ويتحركون داخل المدينة بكل أريحية دون وجود أي رادع لهم، مضيفا أن هذه الميليشيات تتبع خطوات ممنهجة وأنه من المتوقع حدوث حملة اعتقالات واسعة خلال الأيام المقبلة بحق ثوار المدينة. من جانبه، أدان مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية صرمان أنس التايب حادثة اقتحام مسجد علي بن أبي طالب في المدينة من قبل مجموعة مسلحين ينسبون للتيار المدخلي المتشدد. النائب أو التائب وفي اتصال للتناصح طلب الجهات المختصة بملاحقة الجناة وتسليمهم إلى العدالة، واعتبرا إياهم جماعات متطرفة وتشوه الدين الإسلامي. كما دعا مدير مكتب أوقاف صرمان إلى إيقاع أو إيقاف أتباع التيار المدخلي عند حدهم، مشيرا إلى أن الأخير يستخدم طرق الترويع لضمان توسيع نفوذه في المدينة. إلى صبرات، حيث بدأ برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة تقديم مساعدات غذائية للأسر النازحة بسبب الاشتباكات التي وقعت في مؤخرا في صبرات. وبحسب البيان الصادر عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، فإن برنامج الأغذية العالمي قد تمكن من توفير مساعدات غذائية تكفي للأشخاص الذين تضرروا جراء الاشتباكات، كما قدم البرنامج مساعدات لحوالي 300 أسرة في المدينة. وأضاف البيان أن الصراع الذي حصل في صبرات خلال الأيام الماضية قد تسبب في توقف العديد من الأنظمة الأساسية والتي يعتمد عليها الإنسان لتلبية احتياجاته اليومية. هذا وقد قال مصدر مطلع من صبرات الخميس أن المدينة تعاني من شح في المواد الغذائية والمحروقات بعد سيطرة غرفة الوادي عليها في وقت سابق. المصدر ذاته قال أن سكان المدينة يعانون من عدم توفر الحاجيات الأساسية ما دعاهم إلى الذهاب لمدينة الزاوية، وذلك لتوفيرها ما جعل الأسعار ترتفع بشكل ملحوظ. وفي ذات السياق أكد أن البحث عن مادة النحاس من بقايا المقذوفات التي خلفتها الحرب السابقة قد سبب في صراعات متعددة بعد محاولة العديد الحصول عليها وبيعها للمهربين في السوق. من جانبه، أصدر المجلس الرئاسي المقترح قرارا بتشكيل لجنة لحصر الأضرار المادية جراء الاشتباكات التي دارت في صبراتة. وجاء في القرار الذي جاء الثلاثاء على الصفحة الرسمية للمجلس أن اللجنة ستشكل برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي وعضوية عميد بلدية صبراتة، إضافة إلى مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقترحة. هذا ونص القرار على أن للجنة حق الاستعانة بأي جهة لمساعدتها في أداء مهامها على أن تنهي أعمالها في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور القرار. أكد أمر الكتيبة 105 مشاة تابع لبلدية زوارة بشير إبراهيم على أنه ومنذ بداية الأحداث في صبراتة قد تم التكليف من قبل رئيس أركان الحكومة المقترحة عبد الرحمن الطويل بتأمين وحماية وحراسة مجمع مليتا للنفط والغاز. إبراهيم أوضح في تصريح له الأربعاء أن حراسة وتأمين المجمع من الداخل هي من مهام ومسؤولية أفراد حرس المنشآت النفطية، وأشار إلى أن الأوضاع العامة داخل المجمع تسير بصورة طبيعية ولا توجد بها أي خروقات أمنية. أكد مصدر خاص للتناصح الخميس أن الخارجية السعودية استدعت القائمة بالأعمال في القنصلية جدة وطلبت منه تسليم المواطن الليبي إحسان زعيط الذي لجأ للقنصلية في وقت سابق. وأضاف المصدر أن الخارجية قد خاطبت القائمة بالأعمال بلغة شديدة اللهجة وطلبته بتسليم المواطن الليبي في الحال.
كما أوضح المصدر أن القائمة بالعمالة طالب الخارجية بتوضيح مصير المواطنين الليبيين والذين تم توقيفهم في مطار جدة، مضيفا أن الخارجية أكدت لاقى سراح المواطنين الثلاثة. شأننا آخر، حيث قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ، قال أن ليبيا لا تزال دولة فاشلة وتحتاج لمزيد من المساعدات من طرف المجتمع الدولي. وأعرب ستولتنبرغ في مقابلة نقلتها وكالة أك الإيطالية عن اعتقاده بأنه ينبغي على حلف شمال الأطلسي أن يكون أكثر نشاطا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أنه من غير العادل أن تواصل إيطاليا، اليونان، إسبانيا والبرتغال تحمل هذا العبء بمفردها، في إشارة إلى ظاهرة تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا إلى دول جنوب المتوسط الأوروبية. قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على إيطاليا قد انخفض إلى الثلث. وبحسب وكالة أك الإيطالية، فأن جنتيلوني شدد في كلمة له ألقاها خلال اجتماع الجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية في روما على معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات القليلة القادمة، واضحا أنهم بدأوا السير في الطريق الصحيح إزاء ما سماه بالتحدي عبر وضع نظام أكبر في مجال التدفقات. هذا وقد أكد وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو عزم بلاده تحسين ظروف معيشة المهاجرين بدءا من مراكز الإيواء الليبية من خلال تمويل عروض للتعاون مع المنظمات غير الحكومية. أضاف ألفانو خلال تقديم التقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي في مقر وزارة الخارجية الإيطالية الأربعاء، حيث أوضح أن التعاون الإيطالي رفع ميزانيته السنوية المخصصة للمجال الإنساني إلى أكثر من 120 مليون يورو، مؤكدا أن حقوق الإنسان غير قابلة للمساومة. هذا وأشار الوزير الإيطالي إلى بذل دعم أقوى لاقتصاد الدول المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين كالأردن والعراق ولبنان وبلدان عبور المهاجرين أيضا كالنيجر وتشاد. هذا وقد نفت الحكومة الإيطالية الأربعاء ضلوع سفن تحمل علمها الوطني أو أخرى تتعاون مع حرس السواحل الإيطالي في إعادة مهاجرين غير نظاميين إلى ليبيا، وذلك بعد إنقاذهم قبالة المياه الليبية. وبحسب وكالة آكي، فإن هذا الرد جاء في رسالة حملت توقيع وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي ردا على طلب مفوض حقوق الإنسان التابع لمجلس أوروبا نيلا بأنه لم تقم أي سفن إيطالية أو أخرى تتعاون معها بإعادة مهاجرين تم إنقاذهم في البحر إلى ليبيا. وأضاف بأن إيطاليا لا تقلل من احترام حقوق الإنسان في ليبيا، بل تعتبرها عنصرا أساسيا في الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الحكومة بشأن إدارة هذا الملف. هذا وقد أعلن مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الخميس إنقاذه ل 230 مهاجرا غير شرعي خلال يومين من على السواحل الليبية. وبحسب البيان الصادر عن المكتب، فإن قوات حرس السواحل قطاع طرابلس تمكنوا من إنقاذ 100 مهاجر صباح الأربعاء كانوا على متن قارب مططي على بعد 14 ميلا قبالة منطقة صياد. وأشار البيان إلى أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، مؤكدا أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية في قاعدة طرابلس قد تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة في ذات المدينة. مشاهدينا، بالعودة للحديث عن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي حول ليبيا، ينضم إلينا الدكتور محلل أو محمد فؤاد وهو المحلل السياسي. دكتور محمد، أولا حياك الله معنا في قناة التناصح. بداية، الأمين العام اليوم يصرح أو ستولتنبرغ يقول أن العمل العسكري ضد نظام القذافي كان ناجحا ولكن المتابعة السياسية بعدها كانت فاشلة. برأيك هذه المتابعة السياسية هل هي كانت الفشل، هل كان مقصود هذا الفشل أم أنه فقط نتائج للتغيير؟ بسم الله. لا أستطيع هو نقول أن الفشل كان مقصود،
لا شك ان الولايات المتحده ما كانش عندها خطه واضحه بالنسبه لليبيا، او الحكومه الموجوده انذاك لم تكن لديها اي خطه واضحه بالنسبه لليبيا، وهذا ترك المجال مفتوح للقوى الاقليميه والقوى الاخرى اللي هي الاكثر حجما من اللعب في ليبيا. وهذا طبعا اللعب في ليبيا كانت نتائجه حقيقه كارثيه، وخصوصا احنا الليبيين طبعا بعد 4 عقود من انعدام العمل السياسي لم يكن مكان شعبنا سياسيين قادرين حقيقة على الخروج من الأزمة في ليبيا. طيب كيف يمكن لدولة عظمى مثل أمريكا أن لا تكون لها خطة واضحة تجاه الأحداث في ليبيا؟ هو في الحقيقة يعني هي ليبيا، الولايات المتحدة ليبيا ليست أبدا جزء منهم، من الاستراتيجية من ال ألو. نعم نعم سيد محمد. أيوة نعم تابع سيد محمد. قلت إن ليبيا لم تكن أبدا جزء مهم من الاستراتيجية الأمريكية منذ خروج يعني قاعدة الويل في 1970. ليبيا ليست دولة مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة دول مهمة في المنطقة، ربما تكون مصر أو الجزائر أو الصخر، أما ليبيا فليست لها تلك الأهمية الكبيرة. طيب سيد محمد إذا كنت في الاستماع، أيضا ستوتنبرغ يقول ينبغي للناتو أن يكون أكثر نشاط في منطقة شمال أفريقيا ككل، ومن غير العادل أن تواصل إيطاليا وجيراتها فقط تحمل هذا العبء. كيف برأيك سيكون الناتو أكثر نشاطا في المنطقة؟ والله هذا السؤال صعب الإجابة عليه الآن، خصوصا هو عدم وجود جيش حقيقي أو قوات مسلحة. نحن نتكلم على الناتو، الناس يعني هو حلف عسكري الى اليوم جيش حقيقي يعني، وكل الحكومات المتعاقبه فشلت في انشاء جيش، فمع من سيتعامل الناس والكل يعلم هذه المشكله؟ هذه هي مشكله كبيره ومشكله عظيمه، ربما وهذا السبب بالنسبه كبيره من السياسيين الاجانب تكلموا على ان نريد قوه عسكريه تكون تحت حكومه مدنيه، ولكن هذا الشيء طبعا بعيد وبعيد جدا الان على الاقل. سيد محمد اذا كنت بالاستماع في شان اخر، ايضا ستولتنبرغ يصرح ويقول انا يجب انهاء الملف الروسي في ليبيا، او في اجتماعات لهم عن ابعاد روسيا عن الملف الليبي، هل سيتحقق ذلك ام لا؟ شوف هو في الحقيقه له روسيا ليس لها ذلك الدور الكبير في ليبيا، يعني خليك من الزيارات الاستعراضيه اللي يقوم بها بعض الاشخاص اللي هم في المشهد الليبي لروسيا، ولكن كل المنطقه العربيه بعيده حقيقه عن النفوذ الروسي الا في حال سماح الامريكان لهم بدخول هذه المنطقه، هذه حقيقه يجب ان يعلمها الجميع. ليبيا تقع في منطقه النفوذ الغربي. لا يسمح لروسيا وغيرها بالتدخل كما قلت قبل قليل هو عدم وجود سياسه واضحه للولايات المتحده حول سيد محمد. هذا القرار هو الذي يستغل كل هذه الدول. سيد محمد يبدو ان هناك خللا في الصوت، سنحاول الاتصال بك مره اخرى اذا وفقنا في ذلك. كنت معنا عبر الهاتف الدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى الأخبار، حيث أعلنت السفارة الإيطالية في طرابلس بالتنسيق مع الحكومة المقترحة والمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عن تسيير شحنة مساعدات إنسانية عاجلة لإدارة تدفقات المهاجرين في مدينتي صبراتا وزوارة أيضا. وأكدت السفارة في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك وصول شحنة المساعدات الجمعة، حيث تم تسليمها لإدارة تدفقات المهاجرين في صبراتا وزوارة لبدء عمليات توزيعها. وصل على متن إحدى المدمرات الإيطالية وفد برئاسة الآمر للأسطول الإيطالي ويرافقه آمر العمليات وآمر الشؤون الفنية بالقوات البحرية الإيطالية إلى القاعدة البحرية بطرابلس. وأوضح الناطق باسم البحرية الليبية يقاسم أن الغرض من الزيارة هو دعم وتطوير التعاون الفني واللوجستي بين القوتين البحريتين الليبية والإيطالية، والاطلاع عن كثب عن الصيانة الجارية من قبل الجانب الإيطالي وما أنجز منها ومتطلبات الجانب الليبي بهذا الخصوص.
قال المحلل السياسي الجزائري يعقوب صيد إن زيارة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إلى الجزائر تشكل فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين، فضلا عن بحث مكافحة ما أسماه بالإرهاب في ليبيا. وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية عن صيد قوله أن ميدفيديف وقيادات الجزائر ليس لديهم أي ثقة في محاولات الغرب لمحاربة ما أسماه الإرهاب في ليبيا وبالأخص أمريكا، بعدما أثبتت التجارب تواطؤ واشنطن مع الإرهاب في سوريا بحسب قوله. أكد عضو ما يسمى مجلس الدولة إدريس أبو فايد أن هناك عدة أسباب تستدعي سحب الثقة من رئيس المجلس، موضحا أن من بينها تبذير الرئاسة لميزانية المجلس والإنفاق المبالغ فيه وغير ضرورة وغياب الشفافية. أضاف في مذكرات وقع عليها عدد من الأعضاء أن الرئيس يسير المجلس لمصالحه الشخصية ويعمل على عرقلة المجلس للقيام بالاستحقاقات اللازمة. هذا وأشار أبو فايد إلى تدخل ابن الرئيس محمد عبد الرحمن السويحلي في عمل المجلس وأعضائه بإصداره وبشهادة عضوين من مكتب الرئاسة لتعليمات مشددة لمنع الأعضاء من ممارسة عملهم في مقر المجلس لقرابة أسبوع من الزمن. سياسيا أيضا، حيث أكد عضو البرلمان المنحل على السعيدي أن مجلس الأمن لا يريد استقرار ليبيا في القريب العاجل. السعيدي كشف في تصريح له أن هدف مجلس الأمن من إطالة الأزمة هو تقسيم ليبيا إلى دويلات، جاء ذلك ردا في بيان مجلس الأمن عقب جلسة خصصت لبحث الشأن الليبي. هذا ودعا السعيدي الشعب الليبي للتمسك بوحدة ليبيا وإجهاض أهداف مجلس الأمن. وكان مجلس الأمن طلب كافة الأطراف الليبية بوقفه لإطلاق النار، وأشار إلى أن المبادرات الخاصة بالأزمة يجب أن تتوحد تحت مظلة الأمم المتحدة. رفضت كتلة السيارة الوطنية في مجلس النواب ما أسمته شخصنة النصوص لتفصيلها على أشخاص بعينهم أو لإقصاء آخرين. وأوضحت الكتلة في بيان صادر عنها الجمعة اطلعت عليه التناص على نسخة منها أنها تتمسك بأن تكون النصوص عامة تؤسس بتجرد للمرحلة الانتقالية الأخيرة لضمان الدخول في المرحلة المقبلة على أساس الدستور الدائم. وشددت الكتلة على التمسك بالثوابت الوطنية لها وعدم النزول عنها لقياس مدى انحراف الحوار عن مساره، مشيرة إلى أن التوافق ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة للخروج بليبيا من مرحلة الفوضى إلى مرحلة الاستقرار. صرح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المنحل حميد حومة بأن جلسة الأربعاء تأتي استكمالا لمناقشة مخرجات لجنة الحوار، حيث تم تناول آلية اختيار المترشحين للرئاسة المقترح. وتبع حومة في تصريحه بأنه تم الاتفاق على 3 أو 4 خيارات سيتم نقاشها مع أعضاء المجلس الاستشاري للدولة الأسبوع القادم في العاصمة التونسية، مضيفا بأن أعضاء مجلس النواب قد أبدوا ارتياحهم حول بقية ما ورد في محضر اجتماع لجنة الحوار في تونس بحسب تعبيره. من جانبه، طلب تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى أطراف الحوار السياسي في ليبيا والمبعوث الأممي إلى البلاد سلامة أن يعملوا مع كافة الأطراف السياسية والمؤسسات المدنية لتوحيد وتسليح المؤسسة العسكرية والأمنية أيضا. التجمع وافيا له طلب بأن يشمل اتفاق الصخرات المعدل نصوصا واضحة لتحديد المهام والمسؤوليات وآليات المراقبة والمحاسبة للأرسام السياسية الناتجة عن الحوار، مع التقيد بالقوانين والتشريعات في من يتولى منصبا سياديا أو قياديا في الدولة. هذا وأشار إلى أن ينص الاتفاق على الجدول الزمني دون السماح لأي تمديدات إضافية وسرعة إصدار قانون الاستفتاء على الدستور. أصدرت الدائرة الإدارية في محكمة استئناف البيضاء حكمها في الدعوى الإدارية المقدمة لها بشأن الطعن المقدم ضد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ممثلة في رئيسها بصفة ممثلها القانوني. وحكمت المحكمة بحسب نص الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع مع إحالة أوراقها إلى مستشار التحقيق تمهيدا لذلك. وسند طعنون في طعنهم لدى محكمة البيضاء بصفتها موطن الهيئة على انتهاء ولاية الهيئة عند طرحها لمشروعها والذي أحالته إلى مجلس النواب المنحل لطرحه للاستفتاء.
شأننا آخر، حيث أصدر القاضي زاهر حماد المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقه الشيخ محمد يعقوب الصحفي عباس بدر الدين، أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق عضو مجلس قيادة انقلاب سبتمبر عبد السلام جلود لمشاركته في عملية الخطف، وذلك استنادا إلى ما ورد في التحقيقات في شأنه. يشار إلى أن المحقق العدلي السابق القاضي سميح الحاج كان قد أصدر بتاريخ 21 من أغسطس من العام 2008 أصدر مذكرة تحر دائم لمعرفة هوية جلود تبعا لما يفرضه القانون لهذه الناحية. زار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد مخيم تورغال للنازحين في العاصمة طرابلس عقب لقاءات عقدها رفقة عدد من المسؤولين. ونقلت البعثة الأممية لدى ليبيا عبر حسابها فيسبوك الأربعاء تصريحات المفوض السامي للنازحين التي قال فيها: آمل بأن يعود النازحون إلى بيوتهم بأمان. هذا وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا سلامة قد اجتمع بالمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد في العاصمة التونسية، كل ذلك ليطلعه على مخرجات أو مجريات العملية السياسية والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في ليبيا. في شأن آخر، حيث أعلن وزير التعليم المفوض بالحكومة المقترحة عثمان عبد الجليل عن حلحلة المشاكل التي تواجه المعلمين منوها بأن بداية الدراسة ستكون في موعدها وهو 15 من الشهر الجاري. عبد الجليل وخلال مؤتمر صحفي عقده الخميس أكد على منح علاوة الحصة بواقع 12 دينار لمعلمي رياض الأطفال والسنوات الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، وعشر دينارات لباقي سنوات مرحلة التعليم الأساسي، و15 دينار لمرحلة التعليم الثانوي، وتنفيذ علاوة مدير المدرسة بقيمة 300 دينار والمساعد بقيمة 200 دينار. وهذا احتراما للاتفاق الذي حدث بيننا، ولكن لا يوجد أي مخطط أو أي تفكير في تأجيل الدراسة أكثر من يوم، 15 يوم الأحد القادم إن شاء الله. وهذا للتوضيح وللتأكيد على أن ما يذكر أو ما يقال كله كلام عاري عن الصح. أصدرت وزارة التعليم الحكومة المقترحة الجمعة قرارا يقضي بجباية ثمن الكتاب المدرسي في مدارس التعليم الخاص في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي المقبل. وبينت الوزارة في جدول على صفحتها فيسبوك تكلفة أسعار الكتب للسنوات الدراسية وأسعار بيع تلك الكتب للطلاب والمعلمين. هذا وقد نظمت نقابة المعلمين في بلدية سبها وبلدية وادي البونيس الخميس وقفة احتجاجية للتأكيد على تأييد ودعم النقابة العامة للمعلمين. وبحسب البيان الصادر عن النقابة والذي طلبت من خلاله إصدار قانون يكفل حماية المعلم واعتماد مقترح زيارة مرتبات المعلمين المقدم من النقابة العامة إضافة إلى التأمين الصحي. هذا وأضاف البيان بأن النقابة ستدخل في إضراب مفتوح بدءا من العام الدراسي القادم في حالة عدم تحقيق مطالبها. فاصل قصير وتتابعون من بعده. البريغا لتسويق النفط تبدأ خطط تزويد مدن ومناطق الجبل الغربي وباطن الجبل بالوقود. لابد أن يكون في هذه الأحداث الدموية تحقيق جاد، تحقيق سريع حتى ينصف الناس، وكل مجرم ومذنب ينال عقابه. أما أن تترك هذه الحوادث الواحدة بعد الأخرى تمر دون أن يوقع عقاب ودون أن يكون هناك تحقيق حقيقي، فهذا تفريط. بعض هذه المسائل اللي تتعلق خصوصا بالسطو بالاغتيالات وبالقتل، وطالبنا الحكومة مرارا وطلبنا المسؤولين والنيابات ورجال القضاء أن يحزموا أمرهم والاستخبارات بحيث يضبطوا من هؤلاء المجرمين على الأقل عدد قليل
يقدموه من المحاكمة والقصاص العادل. للأسف يعني هي طول هذه الشهور احنا نزلنا في نفس المكان، ما وجدنا تحقيقا جادا انتهى الى نتيجه، وصار في تحقيق وصار في قصاص وعقوبه لجاني بحيث يكون عبره ورادعه لغيره. صدر بيان وقرار من مجلس البحوث والدراسات الشرعيه التابعه لدار الافتاء من اول ما اعلن حفتر هذا الانقلاب، وحذر الناس من الانضمام اليه، وقال كل من يقاتل، قال هو خارج عن ولي الامر وخارج عن الشرعيه باعتراف الحكومه باعتراف المؤتمر الوطني. والبيان قال كل من ينضم اليه ويقاتل معه ويموت فيخشى ان يموت ميته جاهليه. التي تبناها جماعه سموا باسم الدوله الاسلاميه ولا داعش، واتوا الى شخص اسمه البغدادي او كذا، واعلنوا بايعوه وصاروا يدعون الناس الى مبايعته ويقاتلون دينه دونه، هذا ليس من دين الله في شيء، هذا ضلال. لابد من التبري من المجرمين، لا تقوم لهذه الدوله قائمه الا اذا تبرى اهل الحق واهل الخير من المفسدين والمجرمين، لا يؤوهم ولا يؤونهم ولا يناصرونهم ولا يدافعون عنهم ولا يتسترون عنهم. فإن من أحدث حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لأن الإمارات في واقع الأمر هي تدعم التطرف، هي تقاتل مع الدواعش، هي تبعت الأسلحة لحفتر الذي يقاتل مع الدواعش، هذه حقيقة الأمر. المعركة الحقيقية يجب أن ينقلوها إلى بنغازي، لأن إذا انكسر شوكة حفتر في بنغازي انكسر شوكة الدواعش. المعركة معركة واحدة كما ذكرنا من أول الكلام، المعركة ليست هي معارك في الحقيقة، وإن تعدد جبهاتها فيها معركة واحدة. أهلا بكم من جديد. وصلت إلى مدينة براك بوادي الشاطئ سيولة نقدية تقدر بحوالي 36 مليون دينار. السيولة النقدية مخصصة للمصرف التجاري الوطني وفروعه بالجنوب، وقد استلمها مصرف ليبيا المركزي فرع سبها. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن 12 خزانة نفطية من أصل 19 خزانة في مرفأ السدرة ونصف خزانات ميناء رأس لنوف ما زالت خارج الخدمة. وأوضح صنع الله خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن الأربعاء أن إنتاج ليبيا من النفط في الوقت الحالي يقارب المليون برميل يوميا، موضحا أن خسائر الإيرادات بلغت أكثر من مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية. كما أكد صنع الله أن المؤسسة قد استلمت 25% فقط من ميزانيتها للعام الحالي، معتبرا ذلك تعطيلا لخطة المؤسسة الإنتاجية. من جهته وصف السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر راملت اجتماع وينسر والذي شارك فيه وفد من المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله بالناجح. ملت وفي تغريدة له على حسابه الرسمي تويتر أشاد بالاجتماع وقال إنه يهدف للتأكيد على ضرورة إدارة موارد ليبيا النفطية لتحقيق الفائدة لكل الليبيين. قال البنك الدولي أن الاقتصاد الليبي شهد تحسنا محدودا ولكنه ما زال أقل كثيرا من قدراته وإمكانياته الكاملة. جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك أكد من خلاله تحسن آفاق الاقتصاد الليبي، ومعتبرا أن ذلك يتوقف بشكل أساسي على تحقيق تقدم في اجتياز المأزق السياسي والذي أحدث انقساما في البلاد وعلى تحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا. أشار تقريرنا للبنك الدولي صدر الخميس إلى أن تسارع وتيرة التضخم في الاقتصاد الليبي قد سبب في مزيد من التآكل للقوة الشرائية للسكان، وأن التحديات تواجه البلاد وتتجاوز إعادة الإعمار وتتخطاها إلى معالجة الفجوة الإنمائية، وذلك في ظل الأوضاع الأمنية السيئة والإنفاق الحكومي غير المقنن. صالح سلامة والتفاصيل. تقرير صادر الخميس عن البنك
البنك الدولي وهو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية. أكد البنك أن تحسن آفاق الاقتصاد الليبي يتوقف بشكل أساسي على تحقيق تقدم باجتياز المأزق السياسي الذي أحدث انقساما في البلاد، وعلى تحسن الأوضاع الأمنية المتردية، وعلى كبح جماح معدلات الإنفاق الحالية التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس الخزانة الليبية مع اتجاه احتياطيات النقد الأجنبي نحو النضوب. التقرير أشار أيضا إلى أن تسارع وتيرة التضخم في الاقتصاد الليبي تسبب في مزيد من التآكل للقوة الشرائية للسكان، موضحا أنه في الأمد المتوسط فإن التحديات تتجاوز إعادة الإعمار وتتخطاها إلى معالجة الفجوات الإنمائية وتنويع النشاط الاقتصادي والنهوض بتنمية القطاع الخاص. الاقتصاد الليبي الذي ظل في حالة ركود للسنة الخامسة على التوالي متأثرا بالصراع السياسي وضعف الأوضاع الأمنية واهتراء البنية التحتية لقطاع النفط وعدم قدرة مؤسسة النفط على المحافظة على معدلات الإنتاج التي وصلت إليها مقتربة من حاجز المليون برميل في اليوم، بالإضافة إلى ضعف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الأخرى غير النفط. كل ذلك أدى إلى انخفاض معدل نصيب الفرد من الدخل الوطني وتزايد التضخم بقوة مدفوعاً بارتفاع أسعار الأغذية. وأدى نقص التمويل لأجل الواردات لا سيما الأغذية المدعومة إلى نقص مزمن في السلع الأساسية وتوسيع أنشطة السوق الموازية. وفيما يواجه اقتصاد ليبيا تحديات كبيرة، حيث تحتاج القطاعات الإنتاجية المختلفة إلى مليارات الدولارات لكي تحقق قدراتها القصوى، خصوصا في مجال الطاقة، فإن قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة كالمطارات والصحة والمرافق والاتصالات والسياحة بحاجة لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات في بيئة آمنة تستقطب المستثمرين وتنعش الاقتصاد المتهاوي. أطلقت المرحلة الأولى من مشروع سداد برعاية وإشراف مصرف ليبيا المركزي وبالشراكة مع شركة المدار الجديدة للهاتف المحمول. المصرف على الصفحة الرسمية الخميس أوضح بأن مشروع سداد يتيح للمشتركين سداد المدفوعات اليومية وتحويل الأموال بكل يسر للتسهيل على المواطن. وأشار إلى أن مشروع الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول من المشاريع الوطنية الرائدة في ليبيا، والهدف منه هو تحقيق الشمول المالي والدفع نحو تطوير سوق المدفوعات الإلكترونية من خلال حلول حديثة ومتطورة للدفع الإلكتروني. أطلقت لجنة إدارة شركة البريغا الجمعة الخطط الثانية لتزويد كامل مدن الجبل الغربي وباطن الجبل بالوقود بعد نجاح خطة تزويد الجنوب. وأوضحت اللجنة أن الخطة أعلنتها بعد توصلها مع لجان الأزمة في المنطقة ومديرين وممثلين عن شركات التوزيع إلى اتفاق هدنة أو اتفاق هدفه حماية السائقين وشاحنة الوقود. كما ينص الاتفاق بين اللجنة والجهات المذكورة على تشكيل غرفة أمنية مشتركة في المنطقة الغربية، إضافة إلى تفعيل منظومة الشركات الموردة للوقود وتعميمها على مديريات الأمن في المناطق. هذا ويتضمن الاتفاق رفع الغطاء الاجتماعي عن جميع المهربين في المنطقة وتجديد الرقابة على محاربة التهريب وفي محطات الوقود في بلديات الجبل الغربي. أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية أنها لن تتمكن من التوصل في تسيير رحلات جوية إلى مطار الإبرق الدولي شرقي ليبيا. المدير المكلف بشركة الخطوط الجوية الليبية ومدير إدارة العمليات الجوية عبد الرؤوف العالم أوضح بأن اتخاذ هذا القرار يأتي حفاظا على سلامة الأطقم الجوية وعدم تعرضهم للخطر بسبب التعدي عليهم وفرض أعمال منافية لقوانين الطيران من قبل بعض الأشخاص دون ما أن يحدد هوياتهم. عقدت لجنة المصالحة زنتان المشاشي والمناطق المجاورة اجتماعها الاستثنائي الأربعاء في مدينة أرحبات، وهو الأول في غياب عضويها عبد الله انطاط وخميس سباقة، واللذين قتلا في سبتمبر من العام الماضي. مصادر إعلامية أفادت بأنه تم الاتفاق على تواصل لجنة الصلح في عملها
دون توقف وتنسيق مع المجلس الأعلى لقبائل ورفلة بشأن ترشيح أعضاء باللجنة بدل العضوين ومخاطبة النائب العام للتأجيل في التحقيق وكشف الجنان. أطلق نشطاء ورواد صفحات التواصل الاجتماعي حملة بعنوان أوقف الرصاص العشوائي عقب إصابة أحد أبناء مدينة بنغازي برصاصة عشوائية في قلبه أدت إلى وفاته على الفور. النشطاء أكدوا أن هذه الحملة هي لمحاولة تسليط الضوء على ظاهرة إطلاق النار العشوائي في المدينة والتي باتت أمرا مقلقا نتيجة تكرار هذه المآسي في المدينة دون أن تتخذ الأجهزة الأمنية صاحبة الاختصاص أي إجراءات رادعة لمكافحة هذه الظاهرة. هذا وكانت إحدى الكاميرات قد وثقت لحظة إصابة المواطن ماهر القطعاني برصاصة في قلبه بينما كان جالسا مع أصدقائه أمام المقهى في بنغازي ليسقط وهو واضع يده على قلبه ويفقد روحه إثر هذه الإصابة. توفي تلميذ ليبي يبلغ من العمر 11 عاما في مستشفى بريستول في بريطانيا إثر إصابته بمرض التهاب السحايا الثلاثاء الماضي. ووفقا لما نقلته قناة بي بي سي نيوز فأن التلميذ كان من التلاميذ المتميزين مشيرة إلى أن سبب الوفاة هو إصابته بمرض التهاب السحايا. هذا وأضافت القناة بأن التحقيقات لازالت جارية خاصة مع وفاة شخصين في الأيام الماضية إثر الإصابة بالمرض ذاته في إحدى المستشفيات البريطانية. مرض التهاب السحايا هو مرض يشبه في أعراضه نزلات البرد ولكنه أشد فتكة وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في حال التأخر في سرعة التشخيص ومباشرة العلاج وينشط في فصلي الخريف والشتاء وخاصة بين الأطفال. الزميل عدنان العطار والتفاصيل. هناك مرض يكثر الإصابة به خلال فصلي الخريف والشتاء وقد يتسبب في فقدان عزيز وخاصة من الأطفال في حال لم يتم تشخيص الحالة والبدء في العلاج على وجه السرعة. وهذا المرض هو التهاب السحايا عافانا الله وإياكم. التهاب السحايا هو مرض التهابي يصيب الأغشية المخاطية المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية. وفي هذا الصدد أوضح دكتور فرج بخشيم للتناصح أن طرق العدوى للمرض كثيرة ومنها الإصابة عن طريق الرذاذ والكحة والعطاس واللعاب أو استخدام أدوات المريض من لوازم المائدة أو فراش الأسنان ونحو ذلك، وتكثر العدوى بشكل كبير بين تلاميذ المدارس. وأضاف بخشيم أن أعراض التهاب السحايا هي ارتفاع درجة الحرارة وتيبس في مؤخرة الرقبة والحساسية من الضوء والطفح الجلدي، وهي أعراض قريبة من نزلات البرد والإنفلونزا. وإذا لم تتفطن لها عائلة المريض وكذا الطبيب سيكون لها عواقب وخيمة. ونوه بخشيم على ضرورة يقظة أولياء الأمور عند حدوث مثل هذه الأعراض السابقة وأن يأخذ الطفل المريض إلى الطبيب، ولا بأس بالتنبيه على الطبيب باحتمال إصابة الطفل بهذا المرض لأن الطبيب قد يكون غافلا أو ليس لديه الخبرة الكافية بهذا المرض. كما نوه على أن التأخر في التشخيص والعلاج ربما يتسبب في وفاة المريض خلال 24 ساعة بحسب قول بخشيم. والتهاب السحايا مرض غير مقتصر على الأطفال بل يمكن الإصابة به في أي عمر، ويحدث بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية عادة، ويعد التهاب السحايا البكتيري أو الجرثومي أندر من التهاب السحايا الفيروسي ولكنه أكثر خطورة. واحتمالات شفاء التام من التهاب السحايا الفيروسي وفقا لأبحاث طبية
تقترب من نسبة 90% شريطة أن يتم العلاج في مرحلة مبكرة. إلى شأن عالمي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قرر عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق المبرم مع الدول الكبرى عام 2015، مؤكدا أن طهران لن تحصل على السلاح النووي أبدا. وقال ترامب في كلمة له أن الولايات المتحدة ستعمل بكل ما في وسعها لحرمان نظام طهران من الحصول على السلاح النووي، مضيفا أن بلاده ستعمل رفقة حلفائها لمواجهة أنشطة إيران المزعومة أو المزعزعة للاستقرار وفرض عقوبات إضافية على طهران، كل ذلك وفق تعبيره. عالميا أيضا، حيث فازت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أوزلاوي بمنصب مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو بعد التصويت النهائي الذي أجري بين أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة الجمعة. وحصلت أودري أوزلاوي على 30 صوتا مقابل 28 صوتا حصل عليها منافس وزير الثقافة القطري السابق حمد الكواري. واستمرت عملية اختيار مديرة المنظمة الدولية عدة أيام، هذا وخرجت المرشحة المصرية مشيرة خطاب من المنافسة على المنصب بعد أن خسرت الجولة قبل الأخيرة لصالح أوزلاوي. ووفقا للوائح اليونسكو، فيحتاج الفائز للحصول على 30 صوتا من أصل 58 صوتا لأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة. إلى ما تم رصده اليوم من أخبارنا للبلديات. عقد بديوان مديرية أمن زوارة الأربعاء اجتماع ضم عددا من القطاعات الخدمية بالمدينة والمجلس البلدي، بالإضافة لمدير مديرية أمن زوارة العقيد عماد عبزة. وبحسب الصفحة الرسمية للمديرية، فإن الاجتماع ناقش عدة نقاط، أهمها كيفية عمل المديرية والأجهزة التابعة لها. كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة التنسيق والتشاور في آلية إسناد مديرية أمن زوارة في ظل غياب الأجهزة المسؤولة عن دعم المديريات، إلى جانب الظروف التي تمر بها المنطقة الغربية بالكامل. دعا مكتب الشباب والرياضة بالمجلس البلدي ترهونة كافة الجماهير الرياضية لحضور الاحتفالية التي ستقام الجمعة 13 من أكتوبر 2017 بالملعب البلدي. الاحتفالية التي ستقام بالملعب البلدي ترهونة تعقد بمناسبة الذكرى الأولى لإعادة افتتاح الملعب وتأسيس مدرسة الناشئين بنادي الأمل الرياضي. وستقام على هامش الاحتفالية مباراة رياضية بين فريق الأمل ترهونة وفريق الوحدة طرابلس بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والمهتمين بالمجال الرياضي. نظمت إدارة الخدمات الصحية بالخمس الأربعاء احتفالية لتكريم العاملين بمركز خدمات الصحة المدرسية الخمس بحضور كل من عميد البلدية ومدير مكتب الخدمات الصحية، بالإضافة إلى مدير مكتب التعليم بالمدينة. وبحسب الصفحة الرسمية للبلدية، فإن الاحتفالية تضمنت عرض مكتب الرعاية الصحية الأولية لبعض الإحصائيات لما تم إنجازه وتقديمه من خدمات للطلاب عن طريق مراكز الصحة المدرسية وتكريم كوادرها الطبية. قال مشرف قاطع سدادة بجهاز النهر محمد سهل للمجلس البلدي زليطن إن أعمال صيانة صمامات نقل المياه في منطقة الشويرف ستنطلق في 16 من أكتوبر الجاري. سهل أكد أن صيانة المضخات يتطلب وقف ضخ المياه للمدن الساحلية التي تتزود من منظومة الحسونة وسهل جفارة ولمدة 10 أيام قادمة وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للمجلس. أطلقت اللجنة المكلفة بإنشاء ميناء زليطن البحري حملة لتجهيز بعض المرافق الخارجية بالميناء، شملت فتح المسار الترابي للطريق الرئيسي للميناء وإنشاء السد الترابي للموقع. المجلس على صفحته الرسمية قال إن نسبة الإنجاز في تسوية الطريق الرابط بموقع الإنشاء بلغت 22% وبطول 12 كيلومتر، فيما تمكنت فرق الإنشاء من تحقيق 59% في تجهيز المباني الإدارية ومكتب الأمن والسلامة والمخزون. نظمت مؤسسة مستقبل أبنائنا لرعاية الأيتام بزوارة وبإشراف منظمة المبادر للتنمية وبناء القدرات ورشة عمل بعنوان المشاركة المدنية والعمل المجتمعي خلال الفترة من 8 إلى 10 من أكتوبر 2017. هذا وقد شاركت عضوة المجلس البلدي زوارة زيتونة معمر بهذه الورشة التي استهدفت مجموعة من الشباب النشطاء وعددا من مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية.
يشار إلى أن الورشة برعاية منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي والمجلس البلدي زوارة. عقد بمقر مجلس شرطة سمنو الأربعاء اجتماع ضم مدير مديرية أمن البوانيس بالإضافة لرؤساء مراكز الشرطة والأقسام التابعة للمديرية. وبحسب الصفحة الرسمية للبلدية فإن الاجتماع ناقش العديد من النقاط، أهمها ضرورة تفعيل مراكز الشرطة وإمكانية تسيير دوريات متجولة للشرطة داخل الحدود الإدارية، وذلك لبسط الأمن ومحاولة القضاء على الجريمة. كما ناقش الاجتماع كيفية وضع الآلية للهيكل الإداري للمديرية وإنشاء غرفة اتصالات لمتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة. إلى جولة في حول الطقس على بعض من المدن والمناطق في ليبيا. ختاماً تذكير لأهم الأنباء. مكتب أوقاف صرمان يطالب ملاحقة أفراد التيار السلفي المدخلي الذين اقتحموا مسجد علي بن أبي طالب. أمين حلف شمال الأطلسي يصف ليبيا بالدولة الفاشلة. كتلة السيادة الوطنية في البرلمان المنحل ترفض شخصنة النصوص على أشخاص بعينهم لا إقصاء للآخرين. تابعتم أيضا البريك لتسويق النفط. تبدأ خططا لتزويد مدن ومناطق الجبل الغربي وباطن الجبل عفوا بالوقود. ختام هذه الساعة، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.